فلسطيني بدرس في مصر من 6 سنين، خريج كلية آداب إنجليزي وكلية إعلام، وحاليا بعمل ماجستير تسويق في مصر في جامعة الدول العربية. قهوة فيروز أو كافيه فيروز أو مكتبة فيروز، مهم في كل مسمى هتكون فيروز وحضرتك. عم نستهدف فئة جديدة بأسلوب جديد، يعني عم نخاطب الناس بلغتهم بالحاجات اللي بيحبوها عشان نحقق رسالة معينة اللي هي القراءة والفن والثقافة. فأنا لما أسمي المكتبة فيروز حيصير فضول عند كل شخص بيحب فيروز حتى لو مش قارئ يزور المكتبة ويطلع عليها، قد يشده الكتاب، قد يشده عنوان أو موضوع، يكون إحنا نكون سبب في إنه يكون قارئ. فمكتبة فيروز يعني هي فكرة، فكرتي أنا يا مع أحمد والدكتور سامي صوان، هو شخص سوري بيدرس طب برضه في جامعة الأهلية. الفكرة كانت يعني محض صدفة، يعني اجتمعنا في يوم كده وتكلمنا عن المشاريع اللي بتصير في منطقة أكتوبر، إنه كلها محصورة ما بين مطاعم وما بين يعني مأكولات ومشروبات ومحلات ملابس. وإحنا كنا بنعاني على المستوى الشخصي صعوبة الكتب، نحصل على الكتب في منطقة 6 أكتوبر، يعني أي كتاب لازم ننزل وسط البلد، وكان مشوار مرهق. فحسينا إن منطقة أكتوبر محتاجة المكان هذا، محتاجة يكون مكتبة فيها كتب منوعة بتخدم كل الطبقات يعني وكل وباختلاف اهتماماتهم. فمن هنا جت فكرة مكتبة فيروز، الاسم الوحيد اللي بيعبر عن السلام، اللي بيعبر عن لا عنصرية، يعني الاسم الصافي الوحيد اللي كمان ممكن نجتمع فيه احنا كفلسطين، كأردن، كسوريا، كمصر. فكان مكتبة فيروز لحتى تعبر عنا كلنا، ولأنها الاسم العلاقة الوسيطة ما بين الفن والثقافة ومن الإنسان البسيط، يعني اللي احنا برضو مستهدفينه في مشروعنا. بناء على اهتمامات الناس بنسألهم بعض الأسئلة، فعارفين وين توجهاتهم، شو الكتب اللي بتناسبهم، شو الكتب اللي ممكن لو قرأوها يقرأوا غيرها. فكتير احنا مهتمين بمنهجية ترشيح للقراء. طبيعة الكتب هنا أغلبها معظمها بتركز على الأدب. تطرقنا من جديد للكتب التاريخية، في مشاريع إن شاء الله بعد يعني 2 أسبوع 3 هنبدأ ندخل الكتب الإنجليزية في المكتبة. إحنا يعني ممكن على آخر السنة يكون المكتبة متكاملة من كل أنواع الكتب، سواء كتب أدبية أو كتب سياسية أو كتب علمية أو كتب طبية أو كتب يعني العلاقة بالهندسة أو المعمار. فإحنا حاليا منتظرين الموسم الدراسي الجديد، نشوف كيف حيصير التفاعل وشو نوعية الناس اللي بتيجي عندنا لحتى نقدر نقدم لهم كل المطلوب يعني.